يقلها يا اختي يا زينب قرب الجود، يا اختي يا زينب قرب الجود، ودن الدرع والطاس والعود، ولا من سمعت بروق ورعود قولوا عسى الوالي لنا يعود. صعد على جواده همزه إلى ناحية المعركة، أي شيعة بني سفيان أنتم كفر أم مسلمون؟ أيجوز في دينكم يموت الحسين عطشا والماء مباح تشرب منه الكلاب والخنازير؟ قالوا عباس لو كان وجه الأرض كله ماء وما نزلتم على أمر الأمير ما ذقتم منه جرعة واحدة. نبض العرق الهاشمي بين عينيه، خلى الراية ترفرف على رأس أبو فاضل، سل حسامة، همز الجواد إلى ناحية المشرعة. تقول الروايات على المشرعة 4000 فارس بقيادة عمرو بن الحجاج، والعباس نزل بجواده، قلب الميمنة ميسرة، الميسرة ميمنة، القلب على الجناحين، صرخ صرخ في الجيش، تبعثر الجيش بين يديه، حدر قمر هاشم على جيش العدا يلا، حدر قمر هاشم على جيش العدا، رمح المنية وصار ما بتار لاج، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيد، متبختر مكيف ملاقى الموت عيد، حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده، ضيق فضاها والعساكر شافه تهوى، شعت جبينه وصار ما تذهل بالابصار، من صرخته ذاك الجمع مثل الرحاده، فاضت طفوف الغاضريه وصاحت النار، بس امتليت اغمد البتارك يا سرده، عيون المسامي من ظهور الخيل شلع، كم حيد مدرع خطف والعسكر تضعضع، كل ما تراكم غيمها نورا تشعشع، فرت وحت في الموت يلقط وين لبطه، وحسين لازم مركزه وتجري دموعه، يشوف نسف جيش العدا وفلل جموعه، وطلعت حزينه وترتجي زينب رجوع، تصيح الكفيل ابطا عساه يعود خيّة، قالها يا زينب للنهار حوال بجود، أخلى ملازمها عسى تسلم، دخلي الخيمة وطلبي من الله، سورج تراه والذي لعيالك ظلم، آجركم الله. نزل العباس إلى المشرع، خاض الماء يا أبو فاضل، خاض الماء يا أبو فاضل، كبطون الحيات بارد الماء، والعباس عطشان، مالت النفس إلى الماء، أراد أن يؤدب نفسه، ترى ما يبغي يشرب أبو فاضل، لا يظن أحد أبو فاضل أخذ هالغرفة يريد يشرب الماء، أراد أن يؤدب نفسه، شال الماء، غرف غرفة، قربها من فمه، أدناها من فمه، مالت النفس أكثر، رمى بالماء من يده، يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكون، هذا حسين وارد المنو، وتشربين بارد الماء، والله ما هذا فعال ولا فعال صادق، طاب لي الماء
الماي بس هيا شبرد غرف غرفة يروي عطش تذكر لأخوه حسين بع دب الماي من شفة وتحس آجركم الله ملأ القرب بالماء وضعها على عاتقه الأيسر صعد على جواده نشر الراية سل حسام صاح ابن سعد ويحكم لئن وصل العباس بالماء إلى الحسين لأفناكم عن آخركم هذا ابن الأنزع البطين هذا ابن قتال العرب آجركم الله صعد العباس على جواده عند ذلك مال المعسكر بأكمله عليه فرقة بالسيوف فرقة بالرماح فرقة بالنبال كلهم انجالوا على العباس وقلب الميمنة ميسرة الميسرة ميمنة أنا ابن خواض الغمرات أنا ابن حلال المشكلات قاتلهم قتال الأبطال آجركم الله بينما العباس يقاتل كمن له لعين وضربه بالسيف على يمينه فبراها أخذ السيف بشماله والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق قاتلهم قتال الأبطال أعياه الظما نزف الدماء من يمينه كثرة الجراحات إذ أصبحت جسده كالقنفذ بينما هو كذلك كمن له لعين رافعا سيفه وضربه على شماله هذا إن أنت تبكي عليها البكاء إيش حالة الحسين وإيش حالة أخوه ساعد الله قلبك أبو علي العباس لا يمين ولا شمال يطالع بس القربة عيون على القربة وعين على المخيم بينما هو كذلك إذ جاءه سهم وأصاب القربة خارت قوى العباس الماء يسيل ودموع تسيل أبو فاضل كلمة يقول سامحيني زينب سامحيني أخي زينب آجركم الله بينما هو في حيرته جاءته السهام من اليمين والشمال فوقع سهم في عينه وعباسا حير أبو فاضل هالسهم حير مد يمين مقطوعة مد شمال مقطوعة شي يسوي أخرج رجلاه من الركاب وجلس على قرفوص فرسه واضعا السهم بين ركبتيه وقام جر ذلك السهم برز له لعين بعمد من حديد وضربه على رأسه اصرخ وعباسا
ولا عليك يا ابو علي. هذه الرواية احنا كل سنة نجيبها على ابو فاضل، بس رواية مؤلمة. لما وقع العمد على رأسه، هو طاح على الأرض، لا عند يمين ويتقي الأرض ولا شمال، وقع على وجهه. وإيش حالة الحسين يوم زئله وقعد عد راس أخوه؟ إلا مودع أخو عزيز على المقتسل يعرف، إلا مودع عضيد يعرف هالمعنى وحرقة القلب على الأخو. وهذا ما عند أحد غير أبو علي بعض ظل. قعد عند جنازته يقول لي أخوي أقوم بوديك الخيمة، خلني أودعك ويا زينب نقضي حقوق الأخوة. يقول يا أخوي روح للخيمة وعمرك الله يديما، لعيالك يا ابو الشيمة وانا اتركني على الغبرة. ليش عاد يا ابو فاضل؟ يقول يا اخويا لارفع جسمي ومن بعدي تظل مرمي، وسمعت بالمدينة امي تقول البطل ما وفى. إيه مأجور مأجور يا حبيبي مأجور. بس أنا أستأذنكم في هالأبيات اللي جاية، والله أبيات قاسية، وأبو فاضل ما يرضى يسمعها، ما يتحمل يسمعها على زينب. بس هذا الشاعر يبغي يألم القلوب، يبغي يجرح قلوبنا على زينب هذا اليوم، لأن زينب ترى الضيع يا أبويا بعد أبو فاضل. الحسين يقول مد يده ليمسح الدمع عن عينه، قال لا أخوي خلي الدم جامد على عيني وخلي السهم بالعين الأخرى، لا شيء لأبو علي. ليش عاد أبو فاضل؟ يقول يا أخوي السهم لا تشيله، قسمت براسك الغالي، أخاف أنظر إلى زينب يا أخوي مسلب أقبالي. يا السهم لا تشيله، قسمت براسك الغالي، أخاف أنظر إلى زينب يا أخويا مسلب أقبالي. خلي السهم بعيوني وخلني مرمي فوق القاع، أخاف أنظر إلى زينب يا أخويا ما عليها قناع. كفاية أنا أسمعها تنادي ضاع خدري ضاع، وصعبة من أشاهدها بكثيرة تنظر أحوالي. يلا يلا بعد اسمع هذا وهيئ قلبك. أخواتي المؤمنات هذا إلهم، إلى المؤمنات أمهاتي أخواتي هدية إلهم. اسمع يقول يا أخوي حسين ما أقدر أشوف بعيني حالتها، تركض والشمر يركض وراها يجر عباية. يا أخوي حسين ما أقدر أشوف بعيني حالتها، تركض والشمر يركض وراها يجر عبايتها، وبصوته يألمها وشب النار خيمتها. بعد وبس بالرمح يوكزها تصرخ وين كفالي. يستاهل يستاهل.
ما يصير نخلص المجلس وما نساعد أبو علي. رجع إلى الخيمة بلا أخوه. وين الجفين يا سردال الحرم؟ وين دمك صوبان من زنودك يصوم؟ شيله وياي. وين الجفين يا دمك هل عاجب منك يا شايل راياتي وساق العطاشة؟ ملكت يا حيد الشريعة وطيحت مفتوت الحشاشة. غارقة بدمك خدودك والناب الجسمك فراشة. نخيت حسين يا شيال العالم، ها يا نحسين صد لي بالعين بانشدك يا شهم. وين الجفين وين دمك ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة؟ قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة. شلون عباس يتير وينسى ابو سكنة ورضيعة؟ علي طفلك يا حسين فاجعني بونته. طفلك يا حسين وين ارجع وين واروي مهجته؟ وين الجفين وين الله يعودك. دمك صوبين من راد يفتح حين عيونه والديمة جامد عليها. تحسر وهلت دموعه وغسل دم العين بيها. الله يعودك الله يعودك. قال يا خويا الوادي عبجاه ابونا من تيجيها. تعذر لي زين يا خويا بطيحتي، تعذر لي زين مالي يدين دعاين حالتي. وين الجفين وين الجفين دمك صوبان من سافح دمعة وصافت شفة وظل على عضيديتي لوا. قال خلع للشريعة جثيتك ما هي مروة. أرد أشيلك للوديعة ونقضي حقوق الأخوة. وبدمع العين لا غسل طبريتك يا نور العين. يسراك منين اجيب ويا منيتك؟ وين الجفين وين دمك قال خويا ليل مخيم روحتي كلفة وشديدة. شوفتي سكنة وأخوها بضاميري شفرة حديدة. خويا لو شفت الوادي عتصورت هالظل وحيدة.
شوف الزندين يا خويا مقطعة لو سهم العين، خايف يا حسين تصيح مروعة وين الكفين وين الكفين، دمك يلا وقف اللي طم بيت وأسألك الدعاء، بيت وأسألك الدعاء. رجع الحسين بلي يا أخو تلقت زينب أويلي ليش يا مظلوم ما جبت عباس لينا أول وتالي يا أخويا الماي صارك شر علينا، حيف يا شايل حملنا أبو الفضل راح من دينا. قال لي هذه رايته يا زينب اسمعها اسمعها، تقول في وين راية العباس جيبوها لي بسرعة أباشمها وباحبها وباخذ منها لي قطعة وبعطيها لأيتامي تأمن بيها من كل خوف، وبعطيها لأيتامي تأمن بيها من كل خوف.